أكيد آخر محطة من عالم الصباح رح بتكون مخصصة مثل العادة لشيف حسين ونتابع تحضيراتنا مع رشة ملح. صباح الخير غادة من جديد لك ولكل المشاهدين. بس ليك هون كل واحد كل طنجرة شكل، فرجينا الألوان، أصفر وبني وأخضر وأحمر. طيب شي كتير مهضوم هيدا الأصفر عم تقولي عنه. تفضل رح نجي ناخد خلص الأصفر، رح اجي للأصفر اخد من المرق الأصفر ضيفه فوق المرق الأحمر. خلطنا ألوان هون عم نضيف مرقة اللحمة مع العقدة الصفراء فوق خليط. طبعا لعنا بصل مع ثوم مع بطاطا، فينا نحط معهم كمان من الزنجبيل، بناخد نكهة كتير طيبة. أوكي. وهلا عم نضيف المرق للفاصوليا، وأيضا في عنا من اللقطين. أوكي. عنا اللحمة جاهزة وهيدا الخليط. طيبة. أوكي. هيدا الخليط صار جاهز كمان. أوكي. هيدي الخضرة استوت وهي اللحمة تقريبا كمان استوت، بس هون بدي اذكر المشاهدين انه انا اللحمة اللي عم بستعملها غادة اليوم هي لحمة فيليه، بس نحن لازم نستعمل بهيدا الطبق لحمة غنم. انا استعملت لحمة فيليه لحتى اقدر اخلصها على الهواء قدام المشاهدين، بس انتو بتجيبوا لحمة غنم طبعا وبتسلقوها، ولحمة الغنم بدها وقت عنا اكثر من لحمة الفيليه. الفيليه لحمة طرية دغري بتستوي عنا، ما بدها سلق. مشان هيك انا بجيب فيليه دائما مشان السرعة. لكن مثل ما شفتوا حطينا مي بس لحتى فرجيكم، ولكن الفيليه اذا قليتها بس تقلي بكتفي بالتقلي، ما عندي اي مشكلة. طيب رح اجي بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح اجيب الشمندر. هيدا الشمندر مستوي. رح اجيب الشمندر، ضيف الشمندر فوق الثوم فوق التفاح وايضا فوق العدس، عم نضيفهم بهالشكل. هون شو عم نعمل؟ شوربة؟ شوربة شوربة الشمندر. هيدي الشوربة رح شيلها واطحنها هلا، وفيني اتركها مثل ما هي. ما عندي اي مشكلة. طيب هيدي الشوربة فينا نقول عنها بدنا نجاوب على اسئلة اليوم؟ اي طبعا، في عنا سؤال اللي هو سلطة العدس ورمان. اوكي. لكن مشاهدينا بالنسبة لسلطة العدس والرمان هيدا أول سؤال لحلقتنا لليوم، كيف نحضر؟ أول شيء بنجيب عدس عريض، بنسلق العدسات، بعد ما نسلقهم بنحطهم على جنب. طبعاً لكل كوب من العدس بدنا 3 كوب من المي، بنسلقهم وأيضاً بنبردهم وبنحطهم على جنب. بنجيب بصل أخضر، بنجيب بندورة كرزية، بنجيب فليفلة ملونة. بنفرمهم مثل ما بدكم، بتضيفوهم للعدسات المبردين، بتخلطوهم مع العدس وبنحضر لهم صلصة ولا أهون من هيك. أو فينا نحضر زيت زيتون مع عصير حامض ودبس الرمان، أو فينا نحضر زيت زيتون مع عصير حامض خل بلسم. أوكي. أوكي؟ طبعاً فيكم كمان تضيفوا لهم عسل، ما عندنا أي مشكلة. أنا بفضل زيت زيتون عصير حامض ودبس الرمان مع رشة ملح، بناخذ نكهة كتير طيبة. طبعاً غادة فينا نحط فيها لهالسلطة فجل، فينا نحط فيها بقدونس، فينا نحط فيها نعنع، كمان ما عندنا أي مشكلة، بناخذ نكهة رائعة. على فكرة كتير طيبة سلطة العدس، يعني أنا مثلا كمان يمكن اليوم كون عامل مدردرة، طابخ مدردرة مثلا طبخين مدردرة، ضل عندي من المدردرة لتاني يوم، ما بكب المدردرة، بيجي بحط المدردرة بالبراد، طيبين المدردرة، تاني نهار بشيلها من البراد بحط لها الخليط اللي خبرتكم عنه، ما عندنا أي مشكلة. أوكي. حتى كمان إذا ضل عندنا رز، فينا الرز نعمله سلطة، مش غلط إذا عملنا سلطة الرز. أما هلا هون نجي لحتى نطحن، بدي بلش انا اطحن الشوربه. ليك بتغير لونها؟ صح. يلا عالشمندر. هيدي الشوربه عندي هون، رح اجي بدي احط الشوربه. لكن مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الخلاط الكهربائي ما فينا نكتر، لحتى بدنا نطحن نحن تقريبا شوي ونخلي شوي اوكي مثل ما هن شقاف. مثل ما عم بتشوفي هيدي الشوربة، طبعا طبق شوربة كتير طيب، شوربة الشمندر. هلا بنرجع افكار الشوربة بعد شوي للشتوية. اول الشتوية صح. طيب انا رح اطحنهم،
عم تشوف اللون كيف صار؟ بحقق. اوكي. منضيف مرق للشوربة. بعد؟ حط لهم شوية مي. لأن الشوربة ما لازم تكون هالقد جامدة عنا. فبستعين بالمرق. وأيضا بدنا نستعين بالملح والفلفل. اوكي. رح جيب لكين رشة ملح. هيدي رشة ملح وهيدي رشة شوية فلفل. وأيضا نرجع نخلطهم مع بعض. بس العزبي تفضل. اوكي يلا. هيدي الشوربة غادة صارت جاهزة عنا. صار فيني انا اسكبها. ياي ريحتها شو طيبة. ريحتها كتير طيبة. صح. اوكي. هيدي شوربة الشمندر. خلط. منشيل خلاط. هون. وهون. منشيل. تفتكر انك تطفي كل شيء؟ يلا رح طفي كل شيء لان كل شيء صار جاهز عندنا. يلا. وعندي هون. يلا. اوكي فينا نزينها نحط لها رشة كزبرة للزين. هون رح اجي انا اجيب اللحمة ضيف خليط اللحمة فوق خليط. اوكي ضفنا لكان مشاهدينا خليط اللحمة فوق الخضار. اوكي يعني صار عندي لحمة مع الخضار. نخلطهم بهالشكل وبنتركهم كمان يغلوا. بدنا نسكبهم بهيدا الطبق. اما هلا بنجي للسلطة. بدنا نبلش نحضر للسلطة. شو بتقول سلطتنا؟ سلطة الشمندر. نعم. والركة. اوكي. اوكي. مثل ما عم بتشوفي عم بحطهم بهالشكل. هون طبعا بعد ما نكون مغسلين الشمندر لان الشمندر بيحتوي على كمية عالية من الرمل فبدنا نغسل الشمندر كتير منيح ونسلق كتير منيح. اوكي تقول رح يضاينه. اوكي هيدا ورح اجي اجيب من جبنة الماعز. كمان اقطع جبنة الماعز. رح اجي اعملهم بهالشكل. هيدي جبنة الماعز بالفلفل. رح اعملها. رح اتوكل بهيدا الشيء. يا هلا انت جرب انك ما تنتبه اذا صار في اي تخبيص. لا ما بيصير في تخبيص. لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف. اما البسبوسه اللي حضرناها باول فقره بعد ما حكينا عنها. يلا. هيدي البسبوسه اول شيء نحن حضرنا الحشوه. حشوه البسبوسه هي كانت عبارة غادة عن لبن فانيل بالإضافة للنشا وأيضا عندي من القشطة المعلبة. أوكي حضرتهم كلهم مع بعض وغليتهم صار عندي خليط متماسك. أما العجينة البسبوسة هي كانت عبارة عن سميد. السميد نحن خلطناه لكن سميد خلطناه بالزبدة أو بمواد دهنية. رجعنا ضفنا جوز الهند برج جوز الهند وضفنا حليب سائل. صار عندي عجينة السميد او عجينة البسبوسة. حطينا بكعب صينية او صينية الكب كيك او حيلا وعاء للسكب. وايضا دهناه بالطحينة. حطينا اول طبقة من العجينة. حطينا الحشوة بالنص ورجعنا حطينا عجينة تانية من فوق. فوتناهم على الفرن لكان مشاهدينا على حرارة 180 لحتى استوت عندي البسبوسة. هاي البسبوسة مثل ما عم بتشوفيها قدامك. نعم. طبعا مزينة انا بالقشطة كمان على وجهها. هون عندي الشمندر. رح ضيف
شمندر ايضا للركة بهالشكل. لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا اليوم في عنا مطبخ الشمندر فينا نقول. اوكي لازم دائما نعمل هيك. صح الشمندر كتير مفيد لجسم الانسان ونعطي افكار عن الشمندر. اوكي لازم كل يوم ناخذ شغله ونعمل منها 100% حلو ومالح وشوربه وطبق والى اخره. هون راح ضيف جوز لألون كمان بهالشكل. والصلصة ما رح نخلط الصلصة. شو رح أعمل؟ رح إجي بس صلصة رح أحط دغري زيت زيت زيتون بلسميك أو حامض خل بلسميك. لايكي شو رح يصير. كمان خل بهالشكل بعد ما خلصنا لأن في عنا كمان وكمان من عسل العسل. عجبتني الفكرة هلا. اوكي هاي هول. لكن غادة كان وصفتنا لليوم عنا كيف اول شيء حضرنا الطبق السعودي اللحم على الطريقة السعودية مع الخضار. علينا اللحمة مع مواد عطرية طبعا ورق غار حبهان عود قرفة كبش قرنفل لحتى اخذنا الريحة الشهية منهم. حطينا اللحمة قلينا اللحمات رجعنا حطينا عقدة صفرة وقليناهم لحتى استووا ضفنا لهم المرق للحمة. اما بالنسبة للخليط الثاني حطينا كمان زبدة وزيت نباتي قليناهم. شو قليناهم يعني شو اللي قليناه؟ قلينا بصل قلينا ثوم قلينا من اللقطين قلينا بطاطا قلينا فاصوليا وحطينا لهم سبع بهارات مع رشة ملح رشة فلفل اسود وضفنا لهم المرق اللي سلقنا فيه اللحمة لحتى استوى ورجعنا ضفنا اللحمات وقدمناه بهيدا الشكل. فينا نقدمه نحن مع الخبز المحمص طبق كتير. طيب انا غادة بدي اشكرك بدي اشكر كل المشاهدين بدي لهم الف صحتين وان شاء الله وصفتنا لليوم يكونوا نالوا اعجابكم ونترككم بكرة كمان مع وصفات جديدة ومختلفة وكتير طيبة. يعطيك الف عافية مرسي لك شف حسين وشكرا لكم لانه تابعتونا اليوم بعالم الصباح. اطيب الامنيات لبقية النهار ونشوفكم بكرة.